طيب، مرحب بكم في فعالية أجندة مفتوحة بعنوان أفق إبداعي بلا حدود، حوار مفتوح مع المبدع عبد المنعم إبراهيم المعروف بمنعم شوف. أول حاجة بنحتذر لأنه القاعة جديدة، يعني تأخرنا شوية من مواعيدنا وهو حبة مشاكل فنية وكده. برضو بننوه لأنه الحمامات على يدنا الشمال وما متوقعين حريق، لكن لو حصل anyway بنطلع بنفس المدخل أجينا خاشين به. برضو بنكون دايرين التلفونات سايلن أو مقفولة بيكون أحسن. وزي ما أنتوا كلكم عارفين طبعا التقاليد بتاعت أجندة مفتوحة، التصوير بس لأجندة مفتوحة وما في تصوير بالموبايل، ما في أي حاجة زي دي. وإذا في أي زول عنده رغبة في إنه ما يظهر في الصورة ممكن يكلم المصور، برضو المسألة دي بتكون متاحة له. تعبنا تعب شديد جدا في إنه نقنع أخونا عبد المنعم إبراهيم إنه يكون قاعد في المنصة ما يكون وراء الكاميرا. ويمكن كل الناس في لندن تحديدا في السنوات الفاتت دي اتعودت على إنه منعم دائما وراء الكاميرا، فتعبنا في إنه نقنعه وبنفتكر إنه ده حقه لأنه هو عمره كله قضاه في المسارح وفي التمثيل وفي الإخراج، فكان مرئي، لكن التجربة الأخيرة خلت وقته كله وراء الكاميرا وراء الكمبيوتر بتاع المونتاج. التجربة بتاعت عبد المنعم إبراهيم هي تجربة كبيرة، يمكن نحن اللي جايلناه وعصرناه. هو واحد من جيل كبير، يعني يمكن يكون ظهر للساحة المسرحية والإبداعية والنشاط الثقافي في السودان منتصف الثمانينات، يعني 85 أو قبل 85 بشوية، وبعد ذلك انخرط في نشاط كبير جداً جداً في العمل المسرحي والعمل الثقافي. من خلال الحوار ده هنقوم نسبر معه غور التجربة دي كلها، هنحاوره في أربعة محاور أساسية اللي هي التجربة بتاعت التمثيل والإخراج المسرحي، وتحديداً تجربته في نادي المسرح السوداني والبدايات، وبعد ذاك هنمشي للمحور بتاع تجربته في معهد الموسيقى والمسرح مجملاً، وتأسيسه للفرقة المسرحية، ودي بعدين هنتكلم عنه وعن تفاصيله، فرقة شوف، ودي تجربة كبيرة جداً جداً، وممكن هو بعد ذاك أخذ منها اللقب بتاع منعم شوف. بعد ذاك برضو بنمشي للتجربة بتاعت الهجرة، هي برضو تجربة طويلة وكانت فيها محاولات مع مجموعة من المسرحيين السودانيين في هولندا، بدأت في أمستردام، وكان في محاولات لعمل مسرحي برضه هو حيحكي لنا عنه قبل ما هو بعد ذاك يمشي ويخش في المسألة بتاعة الإنتاج بتاع الفيديو من خلال تجربة طويلة اشتغل في متحف مهم جدا في أمستردام. وجاء بريطانيا برضه لتجربة هو يعني اشتغل فيها شغل كثير جدا جدا في إنتاج الفيديوهات وفي النشاط العمل العام بصورة عامة، برضو حيدينا تفاصيله. وأخيرا هنتطرق للمحور تحت عنوان كبير اللي هو دور مبدعي المهاجر في الثورة السودانية، ومنعم مع مبدعين كتار جدا زي ما انتوا شفتوا وتابحتوا كان عنده نشاط كبير جدا ممكن يلقي لنا الضوء على المسألة دي. بعد ذلك بنفتح الفرصة طبعا بعد ما هو يديكم تفاصيل التجربة دي لمحاورته. فبنبدأ مع منعم في التجربة بتاعت التمثيل والإخراج المسرحي والبدايات. يعني أنا داير أسأل منعم يتكلم لنا في المحور ده ويبدأ لنا من القصة بتاعت المسرح، ليه المسرح من دون الفنون والضروب بتاعت الإبداع المختلفة من موسيقى، الشبك شنو في الشبكة شنو في الموضوع بتاع المسرح ده تحديدا، وليه هو بقى مدخلك للحياة الإبداعية؟ المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا سالما آمنا كريما للمفقودين والمختفين قسريا. شكرا جزيلا الصادق
وشكرا لكم انتم كلكم على الاهتمام، وشكرا لأوبن ثيم على الفرصة وعلى برضو الاهتمام انه يسمعوا تجربتي المتواضعة دي. و للبدايات لكل الناس وتحديدا في السودان، يعني نحن مثلا الجيل اللي تولد في الستينيات والابتدائي مثلا في السبعينات، لقينا مثلا يعني لسه في بواقي من ال ممكن تسميه المدرسة العلمانية أو الستيت سكول أو الستيت، يعني المدرسة اللي خلوها الإنجليزي، فيها مسرح، فيها رياضة، فيها أنشطة، مش الأنشطة بس، الأساس ذاتهم يعني هم ذاتهم مروا بتجربة التمثيل ومتشجعين، وهو ذاته بيدرسك وبمثل وبيتحرك وحي كده. فالمدرسة طبعا بالتأكيد يعني جيلي والناس قبالي واحتمال البعدنا شوية، يعني المدرسة أثرت فينا شديد، ده واحد. طبعا بعد ذاك البيت برضو عنده تأثير كبير، يعني السيدة الوالدة عليها رحمة الله نعمة محمد كرم الله كانت مرة يعني حكاية وبتمثل وهي بتحكي وتركب شخصيات، وكانت يعني براية يعني لو قعدت ما بتسكت لك، لكن ممتعة يعني انت ما بتزهج بتكون بتسمع فيها، سمعنا كمية من الأحاجي ومن حركاتها، حركات وشها، أي حاجة بتعملها بحركة بوشها بتطلع أصوات أثناء. فدي السيدة الوالدة اللي هو خانة أحمد تذول يتوفى في 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 توريد في 55، ذول كان نقابي و يعني وسط كبير بتاع النجارين، ومن الناس اللي أسسوا النقابة في توريد، من الناس اللي قاموا بالانقلاب بالإضراب بتاع توريد بتاع 55. لكن أحمد ده مات في ظروف غامضة جدا في توريد، لكن أحمد ده كان مثال جدا، يعني كان مثل في مدرمان الصناعية، مثل في مدارس برضو هناك مقرات بحمد مناطق الرباطات دي وكده عطبرة، عرفت كده يعني جيناتك اللي أخذت الحياة دي من الحاجة ومن الخالة. لكن يعني الإضافات طبعا مثل المدرسة، يعني تذكر في أستاذ في سنة أول ابتدائي ده أنا لازم بفتش فيه ما ألاقيه، اسمه حسان، الزول ده في قاعة زي دي كده، الصصور كانت يعني ممكن تكون كده زمان فيها مروحتين، وبعدين صغير يعني سنة أولى والواطة برد، أستاذ حسان ده قفل الفصل ده لأنه الواطة بارد شديد، الكلام في المدرسة الكلام للقبة الابتدائية غرب للبنين، مدرسة من سنة 45، فبدأ أدانا إحساس بتاع إنه هو مضيف، بدأ يعمل في الحركات بتاعت يسموها شنو السيفتي وكده ويشرح، وبعد ذاك دور المروحتين دي فو 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 فو، كلنا نحن خشينا في حالة بتاعت معايشة كده ونحن نشوفها يعني. فده حسان، أنا الزول ده ما أعرف وين بعد ذاك في السنة الأولى دي وتاني، فالناس زي ذيل يعني يكونوا أضافوا لك من أنت صغير، وتراكم بتاع حاجات. بعد ذاك جاء أحمد، سيد أحمد مثلا في الكلاكلة يا إبراهيم جعفر اللي هو زول قرأ عمل كورس في محل الدراسة الإضافية جامعة الخرطوم اسمه كورس المسرح، فأحمد ده كان بيقرأ في الكورس ده، بيقرأه كله بيجي يطبقه معانا في الرسايلون في الكلاكلة في منبتة، نحن كنا 5 6 نعم نو ذول قاعد في الكلاكلة لسه دي جين كبيرة كده هسي، وبيمشي الجامع ويشي، لكن بيعمل برضو حركاته دي في الجامع، بيمثل وبيأذن بطريقة كيف وشغال تلوين في الجامع، جات القصة جوطة شديدة جدا، لكن ده المسرح يعني بيعمل. وأنا شايف إنه القصة دي مش الأسرة المدرسة، أنا شايف الشعب ده كله عامل كده، يعني نجري من الآخر، يعني مثلا القصة بتاعت الثورة دي، الثورة دي أسمى
حالة فنية كده مش حالة فنية، الناس تفكفكت كده كلها يعني. يعني أنا ما شفت الاعتصام، لكن احتمال أكون زي القاعد فيه يومي أكثر من الناس القاعدين، لأنه بتابع 3-4 لايف في اليوم مثلا، ليه 2 صباحا 4 صباحا. الاعتصام ده عمل حياة غريبة جدا، دين يعني طلع الواقع الحقيقي بتاع الشعب اللي هو الكيزان في 30 سنة ما قدروا يغيروا من الشخصية بتاعت السودانيين دي، الشخصية البسيطة البراحة ديك يعني، المسالمة، اللي بتنفعل بأي شيء، اللي بيقربوا، اللي بيضحكوا، اللي بيتواصل مع الآخرين بدون أي حواجز بتاع. يعني 30 سنة وأكثر طبعا، باعتبار أنه الكيزان جمع 77 يعني رسميا في السلطة، ويمكن أكثر من كذا، فهم بدوا يؤثروا من الوقت ذاك في الشخصية السودانية تأثير سلبي جدا جدا، خلوا الناس مع السمين كده تقول كده ما عارف شنو يعني. أسي تلفزيوننا ده مثلا عبارة عن talking heads يعني بوكس كده، ما عندنا تلفزيون إحنا، أو حتى في نورنا خشتها مشاكل كثير. فالشعب أصلا عنده الاستعداد ده يعني، مش منعم ولا الأسرة مثلا ولا، لكن كلنا كشخصية سودانية كده يعني بنبني شخصياتنا جوا ثقافات صغيرة، دوائر صغيرة صغيرة تكبر شوية 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 شوية. يعني السودان ده ما ثقافات كده هنا وهنا وهنا، ودي يمكن يكون الإنجليز فهموها، ما عقدوا الموضوع، خدتوا خدمة مدنية، خدتوا تعليم، خدتوا صحة، خدتوا حاجات طق 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 طق، الناس كلهم بيتلاقوا فيها ومشوا. بعد ذاك أي ثقافة تنمو بطريقتها وبدون أي تعقيدات. الحكومات الوطنية هي جات من الحزبين الكبيرين، هم جو دارين يمشوا الناس بطريقة محددة. فأنا بفتكر إنه الشخصية السودانية أصلا عاملة كده. شكرا يا منعم على إلغاء الضوء على البدايات اللي ممكن نسميها البدايات الفطرية يعني، والتكوين الأول. أغلبية أبناء جيلك وأبناء جيلنا يعني المسرحيين والمهتمين بالمسرح والفنون، خصوصا في الفترة بتاعت الثانويات قبل المرحلة الجامعية وكده، يعني ممكن تكون الغالبية العظمى اهتموا بأنه يدرسوا في قسم الدراما قصر الشباب والأطفال، وممكن طلعت من هناك أجيال كثيرة جدا جدا انت عاصرتهم وبتعرفهم. لكن انت وماهر مثلا، ماهر السيد، اخترتوا تدخلوا للوسط من خلال نادي المسرح السوداني، وذي تجربة مختلفة شوية من قسم الدراما قصر الشباب والأطفال. فممكن تكلمنا يعني نادي المسرح السوداني قدم لكم شنو، وأسهم كيف في تكوينكم ودخولكم الوسط، وهو ذاته بيختلف في طريقة شغله، كيف بيشتغل مع شباب وبيقدم لهم جرعة تثقيفية وبيعدهم لأنه يخترقوا الوسط الفني، بيشتغل كيف، والاختلاف بينه وبين مناهج قصر الشباب والأطفال. أيوة طبعا، زي لما كلمتكم قبل بخصوص أحمد، سيد أحمد فول، الكورس ده عمل أظنه 84 ولا 83 يا إبراهيم. المهم هو كورس اتعمل في معهد الدراسات الإضافية للتدريس الراشدين، يعني ناس موظفين خريجين وردي مثلا من الجامعات، وجاب ناس من حتات مختلفة كثيرة جدا جدا. الكورس بتاع المسرح ده الناس فيه بيجوا المسرح، يعني المسرح عموما يعني بيقرب الناس، لو بيجوا جروب، لو بيجوا فصل دفعة، يعني الناس يعني أنا مثلا دفعتي لليلة يعني الناس كده، أنا جيت بيجوا كلهم أو هم، فده المسرح الناس طوالي ملموم. فبعد ما عملوا الكورس ده ومدته سنة ولا سنتين، أبو يفكوا من بعض، كانوا عملوا حاجة سموها نادي المسرح السوداني، اللي هو الكورس أصلاً فكرة البشير سهلي جمعة معه آخرين، منهم يبتكر دكتور سيد أحمد نور الله نفسه، دكتور صغيرون، وباقي الأساتذة في الجامعة بيدرسوا ناس، دكتور علي عباس، دكتور سليمان بيلدو افتكر قرر برضو مسرح أفريقي، الدوش برضو أنا أول مرة أشوفه وأنا لسه طالب في الثانويات، الدوش ده شفته هناك، وخيري الخير عكود، و
منو تاني يعني كمية من الأساس. عمر سير الختم محمد الله لقيته لما أنا جيت المحل محمد شداد. فالكورس كان بدرس فيه أساس جديد جدا جدا من كلية الأداب جامعة الخرطوم، وبرضو كان فيه قسم بيها فنيات، يعني في ناس كانوا بدرسوا فيه فنيات، ناس منعم الدبول والبشير سهل جلاته وكذا. المهم الكورس ده كان نوع لنادي المسرح السوداني، اللي بعد ما الكورس انتهى الناس اصلا ما زحت من بعض، قاموا عملوا حاجه سموها نادي المسرح السوداني. الكلام ده برضو في اواسط الثمانينات، هو منظمه او جهه اهليه غير ربحيه مهمتها انها تنتج مسرح وكذا. المهم انا اتعرفت على الكورس وعلى على النادي عن طريق احمد سيد احمد، وفي اخرين برضو كانوا بيجيبوا مثلا ناس اصغر منهم او زملان في الحله وكذا، فمرحب بينا كان، ونحن لسه طلبه بتاع ثانويات. فتذكر لما بيجينا كتار كده قالوا طيب ما يعملوا ليدل برضو كورس بعد ما تكون نادي المسرح السوداني. فجوا في الكورس كمان اساتذه جداد، يعني جا فيه هو عبد اللطيف عبد الفكي. أيوة. كان بيدرس حاجه زي الفونيتكس تحت العربي فونيكس ثانيات اي لغه واصوات وكذا. درس فيه فاتح مبارك، درس فيه عبد الجبار عبد الله، سلمى الشيخ سلامه، البشير سهل ذاته، وكان معي صلاح الزين اول مره برضو اشوفه اللي هو كان خريج اوريدي. برضو كان في ناس خريجين اوريدي او في ناس لسه ما دخلوا الجامعات وكذا، يعني جايين برضو من خلفيات مختلفه. فقرينا الكورس ده، وقبل ما نتمه جات التقديم بتاع القبول بتاع الجامعات، فقدمنا انا وماهر ماهر حسن سيد اللي هو معروف بالحنون. ايوه الاسم ده طبعا اكتسبه في المعهد بعد ما جينا. جينا سكننا في الداخليه سوا، اللي هو اول يوم جابونا الداخليه فقالوا لنا دي اوضتكم. انا جيت قبل ماهر بشويه فخشيت كده لقيت عاطف خيري. وعاطف الوقت ده انا لقيته بس في كريمه سريع كده، وعاطف طبعا شخصيه براها، يعني ممكن ما يتصل بيك بسرعه كده يتواصل معك. لا النقطه دي حنجيها يا منعم، راجعين بس كنت دايرك عاطف ده شويه كده حنجيه وحنجيه وحتتفشى تماما يعني. بس انا كنت دايرك تتكلم يعني شويه برضو عن قصر الشباب والاطفال وعن النادي. النادي ممكن كان معروف اكثر بالنشاط النظري، المحاضرات التثقيفيه، بالاصدارات بتاعت الكتب، يمكن عدد كبير جدا من المسرحيات المترجمه حتى اعمال غير مترجمه، يعني كان في اصدارات كثيره جدا اسرى المكتبه يعني. فلكن برضو سؤالي بالنسبه للشغل بتاع المسرح العروض، يعني انا مثلا كنت بعرف انه جزء من نشاط الفرقه المركزيه بتاعت اتحاد الشباب كان البروفات ونشاطها كان في نادي المسرح السوداني. فدار اشوف انت ذاتك قبل ما تخش محد الموسيقى والمسرح كنت بتشتغل فيها تخشبة، اكتسبت الفنيات البراكتيكال الشغل ذاته يعني والعروض وكذا يعني. وطبعا تدريس المسرح عموما في السودان ما مارق من الشكل الغربي المعروف ده، اللي هو انت من الاول بيدرسوك دول روسي اسمه أوغستين سانسلافيسكي، اللي هو ده بدرسك العدة الداخلية اللي هو بيشتغل فيه نفسياتها وكذا، وتعي بها وتستخدمها كتولز كيف تستخدم عدتك الخارجيه اللي هو جسدك ووشك والاكسبريشنز بتاعتك وكل الحياه حركتك كذا. وبعد ذاك امتدادات التجربه كلها الغربيه دي، بريشت وجروتوفيسكي المسارح التجارب الحديثه وكذا، حتى الفنيات اي شيء، يعني كل التجربه بتاعت المسرح تدريس المسرح في السودان مبنية عليها. ففي القصر ماشي في نفس الاتجاه باعتبار انه الاساس بتاع القصر هم خريجين المعهد. خريجين المعهد العالي للموسيقى والمسرح. والاساتذه درسوا برضه في
في نادي المسرح السوداني بنفس الطريقة، هم خريجين أو هم أساتذة في جامعة الخرطوم، لكن أصلاً درسوا آداب برضو ودرسوا مسرح في كلية الآداب برضو بالشكل الغربي ده يعني. فالمناهج والطريقة واحدة يعني، لكن بعد ذلك بتجي التجارب الخاصة بعد في الفراق وكذا وكذا يعني. الناس أساسا بيكون واحد، بيكون كله الأرضية بتاعتهم واحدة، لغتهم واحدة، طريقة التواصل بين بعض بين جروب لجروب مفهومة يعني كويس. لكن بعد ذلك بتبقى أنت متبني اتجاه، أنت ماشي في اتجاه المسرح قبل المعهد يمكن كان متأثر بالجاليات، متأثر بحاجات عندها علاقة بالمسرح العربي نوعا ما، لكن في الغالب العام هو مسرح غربي برضو، لأنه جاليات إغريقية، جاليات إيفن اللبنانية والسورية كانت ماخذة من التجربة الغربية. لكن في فترة من الفترات طبعا في السودان ظهر المونولوج والحاجات اللي عندها علاقة بزي خيال الظل والحكواتي والحاجات دي، لكن حاجات طفيفة يعني ما ذات تأثير أكبر زي التجربة الثانية. مثلا نحن بدينا في النادي أو في الكلاكلة مع أحمد سيد أحمد التجربة دي ذاتها اللي هو ناجل أحمد من هناك. نحن في المدرسة أصلا بيقروب حياة بسيطة جدا جدا، تطلع الخشبة كيف، ما في شغل بتاع إخراج، ما في هناك يعني الأستاذ بيحركك وبيشجعك تلغي القصيدة أو المسرحية وكذا. لكن أحمد لما جاء بقى يحركنا، بقى يعرفنا، عرفنا بإستاذ لافيسكي ذاته، عرفنا ببريشت، عرفنا ببروتوفيسكي، بعد ذلك بدأ يدينا في الكتب كويس، والناس جات بقت عارفة يعني إلى حد هي فاهمة يعني شنو صناعة مسرح. المصادر البصرية يعني أنت بتغذي الثقافة بتاعتك البصرية كمسرحي في المرحلة دي. يعني الفترة دي كانت فترة حصل فيها تقريبا انفجار ثقافي كبير جدا جدا، الفترة بتاعت الديمقراطية الثالثة كان فيها زخم كبير جدا جدا. فغير مثلا العروض بتاعت الدبلومة بتاعت معهد الموسيقى والمسرح، غير العروض اللي بتعملها الفرقة المركزية لاتحاد الشباب السوداني وبعض الفرق، وغير العروض اللي مثلا كان مشهور بانه يقدم صوصل وسيف الاسلام في الحدائق مسرح الرجل الواحد، غير المصادر البصريه دي الشوف يعني، كان متوفر لكم شنو في الفتره دي؟ السينما طبعا بشكل اساسي يعني، انت برنامج السينما ده اسبوعي من احنا طلبه بتوفر من قروش الفطور بشكل كويس. دي حاجه انا بالنسبه لي يعني من الكلاكله كانت مغامرة كده دائما. من أنا في الثانوي العام قبل ما أمشي الخرطوم الجديدة يعني أقرأ فيها الثانوي، وأنا ولد واحد وسط 7 بنات، تخيلوا أمي ممكن تكون خايفة علي كيف إنه أنا أمشي الخرطوم في الليل ده وأجي راجع بالليل يعني، وأخش شعبي كمان، فبكونوا متوجسين كده يعني. لكن أنا ما عندي طريقة أصلا أخش غير شعبي يعني، أنا بكون أنا وزول اسمه عماد الدين حسن إسماعيل الشاعر، عارف أيوة نعم، وعلى الدين علي الخدير ومحمد عبد الوهاب، بنوفر قروش الفطور، بنضغط نضغط نضغط، هذا ما بدنا ذات قروش كثيره، فبنضرب الفته دي على اساس انك انت توفر الاسبوع السينما اساسيه. بعد ذاك المراكز الثقافيه، ودي ليت برضو جات استفادت منها شوف جدا يس، وحنتكلم عنها لما نصل. الأسابيع هي الثقافية، العروض والمعارض والجاليريز طبعاً. أنت كفنان مسرحي مفروض تشوف أي شيء، تشوف سينما، تشوف تشكيل، تسمع أي شيء، تسمع راديو، تسمع مزيكا، فمفروض مصادرك تكون ما محدودة، لكن كانت المصادر محدودة في السودان يعني. أيوة نعم. طيب نجي للتجربة بتاعت معهد الموسيقى والمسرح. أول حاجة القرار طبعا بيكون صعب جدا في السودان لما انت تجي تختار انك تدرس فنون، ما تدرس جامعة الخرطوم ولا السياقات الأكاديمية المعروفة ولا تطلع طبيب ولا مهندس، غير الصعوبات دي ويغنى ناس البيت طبعا بالخيار القرار الصعب ده.
برضو المعهد في الوقت ده كان دخوله ما موضوع سهل، بيخضع لامتحانات وعلاقات وتلاميذ بأساتذة، بيدخلوا تلاميذ بطريقة أو بأخرى. فممكن تحكي لنا على الحاجة دي وعن تجربتك في المعهد. وطبعا كان قرار زي ما قلت لك، أنا ولد واحد، وبعدين خلاص يعني نهاية الثمانينات ده السودان ده بيقى صعب شديد، يعني أبوكم ما بيقدر يربيكم كلكم بسهولة، يعني كنت تعبان ذكر. وانا قبل ما اخلص انا شايف امي بتساعد في ابوي، بتدلل بياي بياي بياي، وانا عندي مزاج اقرا المعهد ده يعني، وعندي سبع اخوات، اثنين متزوجات قدامي والباقي ده صغار المفروض اربيهم مع ابوي يعني اساعدهم. بس قررت اشتغل، اشتغلت ورديات. انا بالمناسبه عندي لكم حياتي لذيذه جدا جدا، اشتغلت ورديات في الحته دي. شوف الشخصيه دي، شوف الخلايا دي. أنا صغير يعني، كنت أنا حيفوني كده، بكون ما طعمي 50 كيلو، خدت الشرايط دي وبتاع، واشتغلت ورديات في الكارغو سودانير. طوالي بعد ما أخذوني أنا مشيت قدمت بحد الموسيقى والمسرح طوالي، قدمنا أنا وماهر صور بعين قوية. وفعلا يعني أبوي ذول بالراحة ما عنده، لكن أمي ما كانت في الأول راضية وكده، لكن اقتنع. ما بديها المهية كلها يعني، أنا بديها المهية كلها، ما بديش منها أي شيء، ومهيتي كانت أكثر من مهية أبوي يعني شوية، فما عندنا أي طريقة غير إنه تقبل بوضعي ده. فمشيت طوالي، خشيت الداخلية. فعلا المعاينات كانت صعبة وغربلة شديدة يعني، أصلا دايرين دفعتنا دي 21 زول أو 23، في 2 ليت مشوا ناخذوا دراسات مسرحية، ال 21 الباقيين وصلنا تمثيل وإخراج. فخشينا برضو جايين من حتات مختلفة يعني. دي دفعتي بالمناسبة يعني كبرات مختلفة، جايين من قاع السودان كلنا يعني. ده أستاذنا فتح الرحمن عبد العزيز من مقراد، دي بتتذكروا فاتن علي بشارة المذيعة المعروفة، ديل كانوا بيجوا من مؤسسات زي التلفزيون والإذاعة المسرح، بيجوا منتدبين. مثلا عفاف هنا ده معلمة جاية منتدبة، نيكولا فرانسيس برضو معلم، وتينجو بيتر اللي هو أسي حاجة كده رئيس المجلس التشريعي في واو، ده جمال حسن سعيد، مجد النور عليه رحمة الله، مثلا محمد منصور ضابط جمارك، ده صوصل المعروف، ده صوصل نمرة 8، ده دكتور اليسع واسي أستاذ في الكلية بيدرس مسرح، برونيكا نحب نقول لها برونيكا اسمها ناهد عثمان، معلمة بتاعت مسرح وعملت منهج كويس جدا جدا في الخرطوم العالمية مثلا. فنحن مجموعة من الناس من حتات مختلفة، هي جاي من كسلة، صباح حسين من مدني، عم السير بتعرفوه يعني 50 سنة على الخشبات بيمثل سير محجوب، عاطف البحر برضو من الدامر وكسلة، سلوى درويش بورسودان ممثل لفترة، مهيد كان مخرج في التلفزيون توفى الله يرحمه، عفاف، تنقوبي، ترعوضية مكي، ناصر يوسف، محمد علي من الفاشر، ناصر من أمدرمان ممثل اشتغل في التلفزيون، عوضية برضه من هي صغيرة كانت في التلفزيون في الأطفال، وده عاطف خيري من كريمة نمرة 22 هنا، وعندنا سيف الإسلام حاج حمد من الدمازين. يعني تخيلوا دفعة زي دي جاي من كل أصقاع السودان من حتات مختلفة، يتلموا في حتة واحدة، بتلاقوا كل يوم ولاس الناس دي بتتلاقى وبتنتج، وأنا وعاطف بس برا السودان، واثنين توفوا، لكن الباقيين دول كلهم ما عدا الاستاذ فتح الرحمن الله يرحمه برضه توفى، الباقيين دي كلهم بيتلاقوا برضه ما عدا الشباب بتاع جوبا او الجنوب، نيكولا فرانسيس وتينجو بيتا. جينا الفصل ده وبدينا اللي هو بنبدا اولى بنقرا جنرال، بنقرا تمثيل واخراج ونقد، الموازاة كثيره كانت يعني يمكن 17 18 ماده في فلسفة، دي الحياة الإضافية، بنقرأ فلسفة، بنقرأ سموها مادة مساعدة A، مادة مساعدة B.
فما عارف في من ناشنو، لكن في فلسفة، في تاريخ فن وتذوق، بنقرا انجليزي، بنقرا عربي اللغة يعني، و ده غير التمثيل والإخراج والإنتاج والتمثيل العملي، النظريات برضو نظريات التمثيل. فالبحث طبعا أتاح لي فرصة كبيرة الأساتذة، يعني زي فتح الرحمن عبد العزيز مثلا، دول قرا من الأندر جراديويت في بلغاريا، دول جايب خبرات وحضر هناك قبله، يعني مشى من الثانوي طوالي. ده دول لذيذ جدا، مشى يقرا رياضيات، بيحب الرياضيات شديد، اخذوه هندسه في الخرطوم، قال ما انا ما جاي اقرا رياضيات، مشى هناك ما لقى اي كليه فاتحه غير المسرح، كليه الوحيده الممكن يقدم لها وياخذوه مسرح. قال لهم جدا طوالي. لكن واحد من الناس اللي اسسوا المنهج ده ذاته بتاع المحل، وعمل شغل، توفى قريب يعني، زول ما ساهل يعني، درس اجيال في الحرفان عبد العزيز، و ما بنسى له الفضل يعني. معظم الاساس الاسئله اللي بدرسه في المعهد، حتى ناس هاشم صديق وعثمان البدوي، الناس الكبار يعني اللي ممكن تعتبرهم هم ريتيرد وكذا من المعهد، الدوش وديل، قراهم فتح الرحمن عبد العزيز. فلك ان تتخيل يعني، انت مقعد الدرس ممكن يضيف لك قدر شنو، بالإضافة للموهبة، بالإضافة للحاجة أصلاً أنت عندك مثلاً. بالتأكيد الكلام عن التجربة بتاعت معهد الموسيقى والمسرح متشعب وكبير جداً، لكن برضو أنت عارف طبعاً المعهد برضو مع أنها كانت فترة بتاعت ديمقراطية، لكن برضو كان بيعاني من مشاكل ومحاربة يعني، وحروبات صعبة جداً ومعقدة جداً، زي ما كل ضروب الفنون يعني كانت محاربة من اليمين ومن الحاجة، الصراع الثقافي الموجود يعني. فجاءت فترة من الفترات المعهد كان بيعاني طبعا زي ما انت عارف، من انه ما عنده مقر ثابت، وكل مرة يرحلوه من حتى، لحد ما جاءت الفترة اللي اغلق فيها المعهد لمدة 4 سنوات، ودي كانت تجربة قاسية على جيلكم تحديدا يعني. يعني في 4 سنوات راحت قبل ما انتم بعد ذاك تواصلوا وتتخرجوا. بيفتكر انه في الفترة بتاعت ال4 سنوات دي الفترة اللي اتعملت فيها التجربة بتاعت شوف، وطبعا تجربة شوف كانت واحدة من مجموعة كبيرة من الفرق الشبابية المسرحية المتنوعة اللي كانت بتشكل المشهد الشبابي، او بنسميه المسرح الهامش او ثقافة الهامش. فممكن تورينا يعني تأسيسك للفرقة بتاعت شوف، الفكرة بتاعتها والشغل مشى كيف، وبعد ذاك وجودها هي ذاتها ضمن الفرق الثانية كانت معصرة. هو أثناء القراية دي والتراكم بتاع التجربة في المعهد، في نادي المسرح السوداني، والتواصل مع الناس في قصر الشباب والأطفال، يعني كان دائما في سؤال، ليه الناس دي بتقدم مسرح فيه نظم كتير يعني، أو بيعتمد على الكلام؟ وعدار تكون قاعد في مسرحية ممكن لو قبلت كده زي الشايفة بتفهمها كده، لو سمعت بس الكلام يبقى هنا. أو جات فترة في مسرحيات تخطوها في شرائط كاسيت، تذكروا مثلا شاهد ما شافش حاجة، حتى يعني سوء الحظ الفاضل صعيد، مع أنه الفاضل صعيد بيتشاف، لكن قام قدم تجربته برضو عبر الكاسيت، ودي المكنمير برضو هاي عملت يعني المكنمير ما شعر وكذا، لكن برضو فيها شوف البادية وكذا. ف ده كان جزء من الهم، انك انت تقدم مسرح لو ما تشاف خلاص انت ما حضرته يعني. مسرح لازم يتشاف، ولازم تمتع الزول اللي بيشوفه، واحد. اثنين، انك برضو يكون الجزء التعليمي ده فيه معرفي مهم شديد يعني، انت ما جاي تروح عن الناس بس، انت جاي تروح عنهم، وفي نفس الوقت برضو تضيف لهم ويضيفوا لك ويكونوا واعيين. ما انت مهما مثلت وبقيت خطير جدا ما ممكن تقنع الزول اللي بيتفرج فيك ده انه ده دي حقيقه، فما
ما تشيد نفسك في الموضوع ده ذاته كويس، ما تبذل مجهود في القصه دي، واصلا انت ما عندك امكانيات وما عندك قدرات كثيره، يعني ما عندك موارد كويس. فالتجربه كانت مبنيه على كده، انك انت اللي هي الجزء من الحاجات بتاع جروتوفسكي، جزء ماير هولد، بريشت، كل الحاجات اللي تكلموا عنها الناس اللي قدامنا ديل، وفي في تجارب كثيره، النادي ذاته، قصر الشباب، استاذ الرحمن ده ذاته في تجاربه يعني عملوا حياه زي دي، يعني انت او تعلمناه منهم، يعني انا ما جديده علي يعني، او انا لكن انا اهتميت بها، وافتكر انه انت تقدم شغل يعني ما يعني المفروض تضيف بشكل او باخر وبطريقة شوية مختلفة. يعني مثلا أخرجت 5 مسرحيات ما فيهم ولا واحد هو مكتوب أصلا للمسرح، يعني شغل يا معتمد على شعر أصلا على قطعة شعرية جاهزة، وبعد ذلك تم إعدادها و يعني بيقولوا شنو كتابة، إعادة كتابة مثلا أو تبديل، وطبعاً ده بالتواصل مع الزول الكاتب ذاته الشاعر، زي تجربة القدال مثلاً. تجربة القدال حصل فيها مثلاً تغيير في بعض الأبيات من حتة لحتة، مثلاً المزدر والسرور اليانكي اللي هي فيها قطعتين بالشامي، فأنا خليتهم كلهم في حتة واحدة اشتغلوا لوحة واحدة، ده طبعا بالتواصل مع الشاعر ذاته وكده. والقدال ذاته كانت بالنسبه له تجربه لذيذه، يعني ذاته مغامره كده، وشايفني برضو الوقت ذاك وانا صغير كده، اوكي يعني كده نخليه مثلا، وكانت ممتعه يعني في نفس الوقت ومخيفه لي انا يعني وقت يعني لحظات انه انا مقدم على تجربه ما عارف انه هل انا ده الشغل اللي انا اشتغلت فيه ثالثه من الزرع والسرور الليان كده، واللي هو بدأت به شوف. فلما حصل المحد وجاء ذول اسمه طاهر حسين، قام قفل المحد اللي هو ذول كوز، وهم أول ما جو عايزين يضموا المحد ده لجامعة السودان، ونحن يعني برضو كنا يعني برضو انفولف في الشغل بتاع السياسة واتحاد الطلبة وكده، إنه والله إحنا عايزين المحد ده يكون أكاديمية برا، وجيبوا كل هذا الفنون وأعملوا تاني قسم بتاع سينما، فنون شعبية بتاع، خلونا كلنا أكاديمية، ولكن ما تضمونا للجامعة. وبدأ النقاش زي ده، يعني ده الخلاف الحقيقي اللي حصل، هو داير يضمنا لجامعة السودان زينا وزي باقي المعاهد التانية، أشعة وبصريات وكده، وعملوهم في الجامعة. فبدأ الشد والجذب ده بين الاتحاد اللي هو الطلبة كلهم واقفين معاه، وبين الإدارة أو العميد تحديدا، وصعدنا الموضوع من اعتصام وإضراب عن الدراسة، بدأ بيوم يومين، اليوم الثالث بدأ يهدد الناس ويكتب في أسامي الناس ويفصل، اللي فصل في اليوم الخامس 61 طالب من جملة 300 طالب، المحد كله 300 طالب موسيقى ومسرح، تخيل انت تفصل لك زي 22% من طلبته في ورقه واحده كده. اليوم اللي بعده قال يغلق المعهد العالي للموسيقى والمسرح الى اجل غير مسمى. فعلا اجل غير مسمى دي جرت كده 3 سنين، وانا في رابعه، يعني انا باقي لي شهور واتخرج، كان كلام سنه 91. ف ظهرت الافكار القديمه بتاعت انه الجروب بتاع شوف ده اللي هو بدينا فيه انا وماهر وطماضر حبيب الله فتره من الفترات في النادي السوداني، النادي السوداني مش نادي المسرح السوداني، النادي السوداني ده كان حاجه كده في مدرمان، حاجه ثانيه بتاع الديمقراطيين، شباب ديمقراطيين، فيه انشطه كثيره مختلفه، اللي تكونت فيه ثوره، اللي تكونت فيه ثوره في وقتها 89 90. المهم قمنا بدينا انا وماهر هناك وعوضيه متماضر، لما حصل الاغلاق ده قمت المسؤول ديل
يعني انت عارفين قالوا كم يعني قالوا شهور بسيطة، وكانوا دفعة زي بيقولوا علاش الدفع بتاعت الانقاذ دي يكون دبلوا الناس كده، بيقولوا زي 60 ولا 65 زول كده كتار، يعني حاجة ذاتا احنا كطلبة في المعهد ما متعودين على يجوا طلبة كتار قدر ده. انا كنت اقول والله ده مراح هتجيب ممثلين كده مجانية، ما انت بتلقى ممثلين، تلقى لك 60 ممثل ساكت كده. وده استفدت منه ليت يعني لما جيت اتخرجت سنة 95 كان في كمية من الممثلين، انا مشغل معايا 40 زول في عرض بتاع التخرج مجان، بس تاكلهم عدس الصباح وعدس المساء، واللي هو ده المعهد هو اللي بينتج الشغل ده، بيفطر ويغدي الطلبه المتعاونين وكده. فقامت تشوف كنا زي 25 او جو زي 25، بدينا تمارين في المسرحيه دي ذاتها بتاعت الجدال. أيوة. اللي هو فيها المشهد ده اللي شفناه قبل شويه ده، كويس ده واحد من مشاهدها. الشباب ديل كانوا متعطشين يعني انه يتعلموا انه يواصلوا شغلهم ده يومي، ما حد قفل يعني. الراجل ده اسمه الطاهر حسين ده يعني بجرد قلم قفل المعهد، قفل وقال الناس تمشي، طلع الناس من الداخليات، قفل المباني. المعهد ده انت لما تجيو من ما بتمرق منه الا بالليل، سوقك البساط تجيبك الداخليه، في الداخليه برضو انت في نفس الجو بتاع المسرح ده، كويس الصباح يسوقوك يودوك تاني للجو ده، فجاه كده راسنا اتقطع يعني. تخيلوا يعني. فالوقت ده كان في السودانير يعني لي سنين 3-4 سنين تقريبا. فقمت مشيت اداره النادي بتاع السودانير اللي بتعرفوه في نمبر 2، يا اخي انا عايز نشتغل بروفات هنا لو في امكانيه، حته جميله نجيله كده وبلاط وفيها مطعم لطيف كده. قال لي جدا، جبتهم طوالي بدينا نشتغل في مزارع بصورة اليانكي دي نتيجة تاني من جديد. وطبعا كانت برضه فرصة لطيفة بالنسبة لي مقارنة بالامتحان، يعني امتحان انت بتكون متوتر. أيوة. وبرضه الفترات اللي بيدوك ليها للبروفات يعني انت دائما لما تعرض عرضك بتاع الامتحان ده ما بتكون مقتنع به 100%، لانه بتكون في ظروف كثيرة ما. فده بديت اشتغل فيه لمدة سنة كاملة، تخيلوا يعني احنا بنبر في سنة كاملة، لكن والدين ده عشان ما يبقى بس بروفات بس، اللي هو استعنت بصلاح محمد عبد الرحيم، استعنت بابراهيم حموده، بخالد نيجي، كانوا بيعملوا لنا زي المحاضرات نظري، يعني برضو كان في فاقد في الجانب ده، المحد قفل وما في ذول يقريهم نظري، ما في ذول. كنا بنعمل بننظم محاضرات، بننظم مشاهدات، جلسات بتاعت مشاهدة في محد جوتا، وبرضو نقاش وحوار اللي بتطور يعني الذهنية اللي بيفكر بها الفنان، يشوف الحاجات كيف ينتقد كيف، وبتراكم برضو انت توريه كثير وتحلل كثير معاه وتاخد وتدي، تملكوا برضو التيرمز، تملك اللغة بتاعت النقد بتاعت الحوار في الجانب ده، يحلل كيف يتناول من ياتو زاوية، يعالج ياتو زاوية. والمسألة دي استمرت في جوتا. أنا هنا يعني أذكر الأستاذة مارغريت زوجة النور عثمان بكر، مرأة فاضلة جدا يعني ساعدتني أنا كثير. يعني أنا بجيها في الأسبوع قبل العرض بيومين، اختار الحاجة اللي عايزة. لما نجي يوم العرض اللي هو دائما بيكون يوم الثلاثاء النهار ساعة واحدة، تكون مجهزة لنا صالة مكيفة للجو السوداني العجيب داك، وده كان حاجة جاذبة جدا جدا للشباب ده، يعني حتى ما كانوا يعني انتصار تتذكري ما بيجوا بس ناس شوف، يعني بيجوا ناس تاني كتار. ايوه انتصار دي كانت واحدة من الناس المداومين جدا، يعني بتحضر البروفات بتحضر والحاجة دي مفتوحة للناس انه يحضروا بالذات المشاهدات دي والتحليل وكده. فدي شوف بدت بالشغل ده. بعد شويه بدينا نشجع الشباب ذاتهم، هم ذاتهم
يتناولوا نصوص ويخرجوها، هم زي محمد نور الدين أصلاً عنده تجربة سابقة من بدري يعني مع رسالة الدين خطيب ومع شباب تاني كتار، حاتم ناس حاتم، محمد علي، عبد الوهاب نصر، الفطر، أمين صديق، أيوة تاني من وجه الشباب كلهم، عبد الرازي، عبد الفطر، عمار، كلهم. بعد شوية بدينا نستقطب موسيقيين يعني زي حسن مبارك، صالح، عاطف صالح، أيوة يعني وديل نحن جبناهم عشان يشتغلوا معانا، يشتغلوا لنا مؤثرات، يضيفوا لنا في العروض بتاعت، لكن بقوا ممثلين بعد ذاك يعني جودة ذات، وأخذهم كله كده يعني ساقهم، يعني هو عبارة عن تيارة بيقوم قاشي كده وقاشي معاك كل الناس. فشوف أنا قدري ما أتكلم ما يعني إلا نمسك حاجة كده، لكن في تفاصيل كثيرة عندي لكم حاجة اللي شوف. أنا عملت كليب صغيرة يعني نوع دقيقتين ثلاثة دقائق، بريتكم مش عشان وننتظر المزيد. كويس. شوف ده شغل كوابيس، ده برضو أنا قبل قلت أنا ما اشتغلت نص اتكتب خصيصا للمسرح، يعني ما اشتغلت مسرحيات، اشتغلت نصوص يا شعر يا نصوص نثر، واشتغلت رواية اللي هو آخر شغل اشتغلته في السودان كان رواية لبرازيلي اسمه جورج عماد اللي بتعرفه، فرسان الرمال، اللي هو عديته ضغطته في 20. لكن كوابيس ده شغل زول اسمه مونس الرزاز ده أردني عراقي كاتب نصوص في كتاب صغير كده اسمه مد اللسان الصغير وجه العالم الكبير، وفيه حاجات كثيرة عن أحداث حصلت في العالم العربي من ضمنها 15 يوليو، يعني بيشير لها في بعض الحاجات كده. غريبة أن الحتة دي ما اشتغلتها، لأنها يعني بتمس السودان، وأنا محسوب على الجانب بتاع اليسار ده وكده، لكن الحتة دي ما اشتغلتها، اشتغلت حتة مختلفة. شوف وتأكد انه الجسد بتاع الممثل ده ما عشان يمشي بيه في الخشبة ويتلفت ويتكلم وكده، لا، الجسد ده برضو ممكن تستخدمه عشان يديك دلالات بصرية محددة وإشارات للناس اللي قاعدين دي للأودينس القاعد ده. المشهد ده بيقول بالضبط فيه جملتين، طيب يا منعم، الحديث طبعا عن فرقة شوف ومجمل الفرق المسرحية شكلت المشهد بتاع مسرح الهامش في الوقت ذاك، يعني
الكلام عنها كثير، وبالتأكيد الغرض من الحوار انه تتفتح عدة محاور تدي الناس فكرة، وبالتأكيد بعدين في المداخلات في أسئلة كثيرة جدا بتجي على أساس انها الناس تخش في تفاصيل أكثر. يعني عندنا محورين أنا دايرك تتكلم عنهم في شكل 10 دقائق، واللي هم مرتبطات مع بعض، اللي هي التجربة بتاعت الهجرة لهولندا والحياة في أوروبا، ومحاولات تعلم اللغة بالإضافة إلى كده، محاولات إنتاج مسرح معروف. المسرح هو الفنون في مجمله، يعني بيكون بالنسبة للمبدع لما يطلع من بيئته الثقافية ويمشي لبيئة تانية جديدة ربما يكون فيها جانب بيسر التجربة، لكن بالتأكيد في صعوبات كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالعمل بتاع المسرح. ففي الفترة بتاعت هولندا كان عندكم أنت وبعض زملائك في هولندا تجارب ومحاولات لعمل مسرح، وبعدك أنت طورت المسألة ومشيت في الاتجاه بتاع الفيديو، فدارك تلغي لنا الضوء على الحاجة دي وطوالي لأنه التجربة بتاعت إنتاج الفيديو اتواصلت في وجودك هنا في بريطانيا، ويتواصل إنتاج أعمال كثيرة جدا من ضمنها معالجات لقصائد زي ما شفنا الشغل بتاع التجربة بتاعت حميت، وبرضو في تجارب كثيرة اتعملت، ومن ضمنها مساهمتك أنت ومجموعة كبيرة من المبدعين في الإبداع في إطار الثورة والمساهمة فيها من المهاجر هنا، وتحديدا التجربة بتاعة السودان بكرة. طيب أنا لما مرت برضو كان قرار صعب، يعني إنك أنت تغرد تطلع في خلف السودان بالذات لذول بتاع مسرح، وذول بتاع مسرح شغال في تجربة يعني ماشية ناجحة يعني، لكن السودان كان طب في الفترة دي بالذات على الفنانين وعلى المسرحيين. وبعدين أنا السنة الأخيرة دي اللي هي 95 دورة جعونة برضو كان نضال طويل جدا جدا، يعني ساهموا فيه بشكل أساسي العمال، عمال نقابة عمال المحل والموظفين تحديدا دول اسمه كرم الله، ده دول الترزي هو بتاع الفنيات واللي هو مسؤول هو نغيب عمال المسؤول هو رئيس النقابة بتاعت عمال المحل فنيات، ايوه اللي هي فنيات كل الإطار التشكيلي في العملية المسرحية اللي هو ديكور، ده كان مزول منه أستاذ اسمه كمال ديكور، الإضاءة، الأزياء أستاذ زينب عبد الله، طبعا الإضاءة الإضاءة والصوت برضو يعتبر برضو فنيات، الأزياء طبعا قلناها سيدي الكوستيومز الأستاذات كانت اسمها زينب، المكياج أستاذ عايدة دي مرة ما سهلة جدا خالص يعني طولت في المحد من الستينات من التلفزيون يعني التلفزيون السوداني، وهي اصلا درست واشتغلت في مصر يعني جات دول عندها خبرات كانت كبيره جدا جدا. الجانب بتاع الفنيات ده انا المفروض افتش له يوم عادي اتكلم فيه، لانه انا كنت شاطر في الرسم كده وبتاع يعني قبل الصادق مثلا كان في سؤال ان انت ليه مشيت مسرح ما مشيت حاجات تانية، يعني كان معروف انه انا ممكن نمشي في اتجاه الكلية الفنون، لكن زينب دي ذاتها في المعاينة كانت قاعدة كده ناس صعبين جدا في المعاينة دي قاعدين زي 13 دول كده، قلت لي ليه اخترت المحل؟ ما انت بترسم كويس ما كانت تمشي كلية، قلت لها انا تغيروني كده منجوط، قلت لها والله انا افتكر انه المحد المسرح ده ابو الفنون يعني المفروض يكون فيه اي حاجة او كده. ومن الوقت ذاك يعني انا خلقت علاقه لطيفه جدا جدا معها. انا لما رجعت المعهد بعد سنين طويله عشان امشي اعمل فيه وحده بتاعه ارشيف رقمي، فقامت استاذه زينب دي مرنت لي شغل لي في سنه اولى راس موها يعني تصميمات بتاعت ازياء اللي هي بالوان المويه، قلت لي تتذكر ذا معي الكلام ده سنه 88 يبقى 22 سنه حاجه بالشكل ده ولا اكثر.
فنيات الناس ديل ما حدا يقسموها، يعني يقروا ديكور براها، يقروا موسيقى براها، اقصد ميك اب، ويقروا يتخصصوا يعني يتخصصوا. مشان وين انا بركز؟ هولندا الهجرة. ايوه. ف مركته من السودان، وطوالي مركز علي هولندا لانه كان عندي زول خريج من المعهد او قرى سنتين من الناس اللي فصلوهم، كان بتاع كمانجا اسمه خالد الطاهر. فمشيت لخالد ده طوالي، وجاي عارف من هناك انه القصه دي ما سهله، صعبه، يعني انت لازم تكون فيري رياليستيك عشان تتعامل مع العالم الجديد اللي انت جايه ده، كويس. ف انا جيت قبل ما جيت وترويس بسنه تقريبا او اقل، وهم جو من هناك فرنسا لعرض، ومن هناك جو هولندا. كلنا في معسكرات بتاعه تجو. انا اوريدي كان والله كنت تقريبا في نهايه الاجراءات كده في مدينه خالص الشمال، واخذت الاقامه بتاعتي، وبعد فتره المفروض يجيبوني. هم جو مجيد تجو، تكون الجروب ده، لكن اي واحد فينا كمان جاي من تجربه ثانيه. اشتغلنا في 3 4 سنين، لكن التجربه دي ما مشت قدامي. فالناس ذاتها كانت مضغوطة في بحاجات كثيرة، يعني أي زول عنده رؤيته للمسألة دي. فالجروب ده رغم إنه في حاجات موثقة لأعمال جميلة جدا في معارض في مسارح جميلة، وتيحت لنا الفرصة يعني إنه نشتغل ونقدم نشتغل بعض الأفلام القصيرة قصيرة، لكن المسرح ده في أي حتة إيفن في أوروبا وإيبل للأوروبيين ما حاجة ممكن تعيش زي السودان. لازم أنت يكون، وأنا عندي التجربة في السودان إنه إنه لما اشتغلت في السودانير وبديت أقرأ بعدها، وأنا كنت يعني شاب بقدر أساهر للأوروبيات وأجي أقرأ الصباح وأمشي الشغل وكذا، كان عندي القدرة دي، يعني حسيت انه انا بقدر اعمل الحاجات. في نفس الوقت لما تمر بتجربة زي دي بتحس برضو باستغلالتك، يعني الدار تعمل وانت بتعمل، يعني ما في منتج بيفرض عليك يقول لك لانه انا بدفع عليك لشغلك ده انت مفروض تشتغل كيت وكيت وكيت، ودي اللي ادتني انا برضو يمكن الى حد فرصة. فجاي من السودان مر بالتجربة دي، هولندا أصلاً لفتة يعني. وأنا بقرأ في اللغة وبالي بديت فولونتري جوب في شركات صغيرة بتاع التلفزيون في أمستردام ذاتها، والديجيتال إيديتنج ده أدوب كان بادي، الناس يدوب الأوروبيين ذاته بيتعرفوا عليه وكده، وإيوان الفيديو ذاته 200، يعني الفيديو ما في الستينيات 65 66 67 دي الاكتشافات بتاعته او قبل كده بشويه يعني بسنتين ثلاثه، لكن الفيديو ارت واستخدام الكاميرا الكبيره ومعاه ريكوردر مباريها، يعني طبعا الاجهزه دي من احجام ضخمه زي دي بدات تصغر تصغر تصغر، هو ذاته فن جديد في يورو. فبدات اتعلم براي الايديتنج. المكاتب العمل في بلاد المهاجر دي دائما بتكون دائما سايقه كده في اتجاه محدد، يا تمشي هنا يا تمشي هنا، دي الفرص اللي عندنا متاحه لنا، يعني نحن في مكتب العمل بنقريك كده وكده وكده وكده، ما في يعني ما بنقريك تمشي تقرا ميديا ولا تمشي نقريك. مشيت قريت براي في البيت، اشتريت اي بي ام اتذكر بي سي وكركتها، سوري يعني دول يقول الكلام ده، لكن كانت زمان بتجيب السوفت وير وتشتغل يعني براك. فبدأت اتمرن براي وببطء شديد، والكاميرا طبعا بعرف الكاميرا الشمسية يعني او الاوبتيكال، كانوا زمان
الديجيتال دي ما جات، كان في الكترونيك كامل. اشتريت لي برضو كاميرا سكند هاند وبدأت اتمرن وانا بقدم للشغل هنا وكنا يعني، وبقرا في اللغة. بعد ذلك جيت لقيت نفسي انا في المتحف ده، جيتو هذا سكيورتي جارد، جيتو حارس لمدة سنة. مضيت العقد برضو باعتبار انه انا ممكن القى فرصة فيه. حتى قالوا لي انت هذول جاي هنا سكيورتي ما جاي، ولقينا فرصة قالوا بالواضح هاي. وجاي اتذكر شايل السي في، شرايط فيديو، شايف ارسال الريمال ده ذاته. لكن الولد تذكر راس اسمه يلا، هو بتاع البيرسونيل، هو فنان موسيقي. المتحف هو متحف الفن الحديث والمعاصر امستردام، يسموه بالهولندي ستيدل ميوزيوم او بيقولوا ميوزيوم، هم الهولنديين بيقولوا ميوزيوم. لكن الستيدل ميوزيوم ده اقدم من تيت بخمس سنين. تيت مودرن اللي اتعمل في 1900 ده اتعمل 1895. فالمحد بيسموه المتحف الحضري، كان تابع لبلديه امستردام قبل يخصصوه في 2006 2007. فجيت شايل الفيديوهات دي وبتاع هنا، وانا جاي اصلا انترفيو بتاع سيكوريتي جارد، وكان لطيف جدا جدا. فقام قال لي اذا يا منعم اتيحت الفرصه، اتيحت لك الفرصه ولا لقيت، اصل ما صعب القصه دي، انت اثبت لنا بس انك انت بتقدر على القصه دي. دورت طوالي شايل الوكي توكي ده، لكن لقيت نفسي انا قدام اول حاجه حاجات لوحات اصليه لفان خوخ، بيكاسو، شغل. يعني انا ذات راسي يعني بدا يضرب وقلبي يدق كده، يعني حاجات كون قرق لها الاساس زي الناس محمد حامد شداد في تاريخ فن وتذوق ابريسيشن اوف ارت ولا هيستوري اند ابريسيشن اوف ارت. والله يعني كيف منتج وانسى شغلي، ومفروض احول من بوست لبوست من حته لحته انساه. وبالصدفه كده قمت لقيت الزول بتاع بودي فيجوال اللي هو ليتر بيجا رئيسيا، فشافني كده ومنتبه يعني للحياه، بدا يتكلم معي. انت شغال وين؟ انا شغال في سو شنو قال لي، احنا اصلا مسؤوليتنا في الجسم ده بنركب الفيديو ارت انستليشنز وفكها انستول ودي انستول. بتعمل الحياه دي كيف؟ قال لي هذول القصه دي فيها حفال وتركيب وعليك في سلم وفي هاي لودر. والله ده حاجه لذيذه. وتاني بتعمل شو؟ قال لي والله انا عندي هنا يعني اركايف يونت شغال فيها للمتحف، لكن ما قادر اشتغل لانه هو براه ولا معاه زول تاني شغال بارت تايم. المهم سريع كده، انا لقيت فرصه في الجسم ده، وانه لو سالته قلت له يا اخي انا ممكن اجي اعمل معك تريننج، انا عندي 3 يوم، انا شغال في المتحف ده 4 يوم، عندي 3 يوم فري. المهم قال لي اذا رئيسك وافق انا ما عندي مانع. فعلا الحاجه دي اتعملت سريع جدا جدا. كلمت رئيسي، جيت انا وذين اسبوع انا مع الزول ده شغال تريني لمده سنه، وبذلت مجهود صغير جدا جدا، حفرتها واشتغلتها وركبتها. بعد شويه بقيت انا مسؤول من اليونت دي بتاعت التوثيق، كاميرا يعني متوفره ادوات. نفس السوفت وير اللي تعلمته انا في البيت لقيت خير ده شغال به في يونت كبيره ومريحه وسريع. شوف الحظ ده كيف، يعني حظ لعب دور. صح انا اجتهدت نوعا ما، لكن برضو الحظ لعب دور كبير. ومشيت في الاتجاه بتاع انه انا اتعرف على الفيديو ارت. صار انا في السودان ما بنعرفه كلنا، ما بنعرف يعني شنو فيديو ارت. كلنا بنعرف تلوين، بنعرف نحت، بنعرف جرافيك، بنعمل، لكن دفن هو ذاته في يوروب وامريكا جديد. اول زول اسمه جون نام بايك
اشتغل اول فيديو ارت في امريكا، هو الكوري، كوري امريكي سنه 65 66. فعندهم كولكشن بتاع اوديو فيجوال، ما فيديو، فيه حاجات فيديو كثيره من الحاجات اللي عملت بعد السبعينات، وفيه سلايدز، فيه سينما، فيه حاجات اوديو تيبس قديمه وكذا، اركايف ضخم. ده برضو جات فتره في المتحف عملنا له ترقيم، بيقولوا شنو ديجيتايزيشن، يعني العرب بالعرب يقول له رقمنا ولا شنو، ما عارف كلمة بتاعت كيزان يقول لها الرقمنا. المهم يعني حصل له ديجيتايزيشن، واشتغلت مع خير انا في التجربة دي، وبدأت اوثق المعارض، اوثق السبوزيومز اللي بتتعمل في المتحف كلها، المحاضرات، بعمل برومو فيلمز للمعارض، يعني زي دقيقتين ثلاثه بتخطف في الويب سايت بتاعه المتحف. المهم اسسنا وحده بتاعه اركايف جيده جدا، يعني عملنا عشرات الافلام. الحته دي ساقتني ليت لانه امشي اكونها في المعهد، اللي هو في ماده قديمه قاعده ممكن نتكلم فيها لقدام لو يعني يفتكر انه 2010 يعني بيفتكر انه زي ما بيقولوا المسرحيين نعمل قفله، ما بيسكتوا، نعمل لنا قفله 10 دقائق استراحه صغيره كده، ونجي نواصل في المحور الاخير ونفتح الحوار للناس. تمام.